السلام عليكم. بعد عام 61 للهجرة، وبرغم المآسي والأحزان اللي رافقت معركة الطف واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وآل بيته الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، نشأت في هذا المكان حاضرة يشار لها بالبنام. قيل أنها قطعة من الجنة، وليس بالضرورة أن تكون الجنة مجموعة أنهار وأشجار وبساتين، بل يمكن أن يكون لها أبعاد روحية ومعنوية. اليوم راح نتجول في مدينة كربلاء برفقة باحث عراقي متخصص بشؤون التاريخ القديم، ونتحدث عن نشوء مدينة الإمام الحسين. أهلا وسهلا بكم. حسن الوزني المتخصص بشؤون التاريخ القديم. اهلا وسهلا استاذ. اهلا وسهلا بك استاذ، شرفتونا ونورتونا في كربلاء. اهلا بكم في برنامج قصص عراقيه من القناه العراقيه الفضائيه الاولى، اللي هي طبعا القناه الوطنيه الاولى عندنا في البلد، وشكرا على هذا الحضور. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا بك استاذ. احنا اليوم في كربلاء. نعم. كربلاء. كربلاء. من اين جاءت تسميه كربلاء؟ ناس تقول من الكر والبلاء، هاي الكر والبلاء صارت بعد عام 61 للهجرة. نعم. لكن يقال أن هناك عمق تاريخي لهذا الاسم. أكيد. طبعاً مدينة كربلاء لها عمق وجذور تاريخية غائرة في القدم. وقد تمتد هذه الجذور إلى مرحلة كهوف الطار، اللي هي تقريباً تقع على فترة زمنية 4000 سنة. نعم. أما مدينة كربلاء وضواحيها، سميت كربلاء بعدة أسماء بحسب الأقوام التي سكنوا فيها. فسميت بالسومرية والبابلية والأكادية. سميت بكربائيلو وكربوئيل وكور بابل وكرب وبلاء. طبعا كل اسم من هذه الأسماء له معنى. مثلا من نجي إلى كربائيلو، يعني هاي الأسماء موجودة بالرقم الطينية القديمة. نعم. ثابتة. نعم، موجودة في الرقم الطينية، وقد أكد عليها الباحثين العراقيين استاذ طه باقر وأحمد سوسة والدكتور تقي الدباغ، كلهم أشاروا بهاي الكلمات. طبعا موجودة هاي. نعم. وحتى موجودة في كتابة الدكتور طه باقر من تراثنا اللغوي. نعم. حلو. كل واحدة لها معنى. من نجي إلى كربائيلو معناها البيت المقدس. نعم. أو الحرم الطاهر المقدس. نعم. ومن نجي مثلا إلى كربوئيل. نعم. بمعنى يعني حرم الإله. أها. وإلها تسميات أخرى، يعني تسميات آرامية وآمورية أيضا. نعم. وأما تسمية كرب وبلاء. نعم. هي الكلمة اللي أطلقها السيد الإمام الحسين عليه السلام. نعم. عندما وصل إلى هذه الأرض الطاهرة. نعم. سيد حسن. نعم. إحنا هسه يعني ما نريد نقعد، احنا ما متعودين ببرنامج ان نقعد في مكان معين. جميل. فنشرب شاينا. ايه. معني، ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، ونطلع نتجول في مدينة كربلاء على بركة الله ان شاء الله. أستاذ حسن. نعم استاذ محمد. احنا طلعنا حاليا هسه اي وقرب هذا النهر
اللي يسمونه نهر الحسينية. نعم. اي وخلفنا القنطرة البيضاء. القنطرة البيضاء. نعم. اي اللي يقال انه هي يعني بنيت عام 1550 ميلادية. السلطان العثماني سليمان القانوني. نعم. بعد مناشدات اهالي كربلاء كانوا ما كان عندهم مي، يعني ما كان يوصلهم توصلهم المياه. نعم. فبعد مناشدات فاجى هو بركب يعني سلطاني وزار المدينه وامر بحفر وشق هذا النهر. نعم اللي شق تقريبا من نهر الفرات. نعم. من منطقه تقريبا السده الهنديه. زين. ويبدي يستمر هذا النهر. اول شيء سمي بنهر السليمانيه. نعم. يعني على اسمه. نعم. بعدين بمرور الايام سمي الناس يعني سموه بنهر الحسينيه. أه. نعم تيمنا بناحيه الحسينيه. نعم. او العطيشي. نعم الشيء اللطيف والجميل. نعم. احنا تقريبا الان اللهجه العراقيه اللي نتحدث بها. نعم. تقريبا 30 الى 40% هي كلها كلمات سومريه وبابليه. أه. واكديه ايضا. نعم. وما زال احنا لحد الان نستعملها طبعا بالاضافه الى الكلمات الاخرى الانجليزيه والعثمانيه. نعم يعني في كل العراق. كلها كلها. نعم دخلت عليها. نعم ولحد يعني الان احنا يمكن حتى حكينا ان نحكي الان. نعم ب 30% من هاي اللغات يعني. حلو. حسن. نعم سيد محمد. يعني مؤكد كربلاء كانت عبارة عن بساتين كبيرة وجنات والكثير من المزارع. نعم. عبر تاريخه، لكن أنا اليوم أريد يعني أرجعك للعمق أكثر، نتحدث. نعم. عن تاريخ هذه المدينة عبر عصور متعددة. نعم. طبعاً إحنا عندنا يعني في كربلاء لو نرجع للأقدم أقدم أثر أو صروح موجود. نعم. طبعاً راح نشاهد كهوف الطار. نعم. كهوف الطار اللي هي تعود إلى 4000 سنة قبل الميلاد. نعم. يعني في عام 1300 بدأ الاستيطان فيها، هذا الرسمي طبعاً. نعم. ومرت بأدوار كثيرة، يعني سكنوا بها أقوام، اتخذت كحصون. نعم. وتم العثور بها حتى على هياكل عظميه، وحتى البعض من في بعض المصادر. نعم. القديمه العراقيه لاحظ انه لقوا بها انسان، الانسان العاقل. نعم. وانسان الانسان القديم، وكانت هذا كبعد البعد يعني التاريخي لها. نعم. بعد ذلك احنا يعني قلت لي تعود الى يا حقبه هاي طبعا تعود الى حقبه الكيشيين اللي حكموا العراق اللي عاصمتهم عقرقوف. نعم. وبعدين ايضا مرت باطوار اخرى. احنا انا احكي لك على شواخص. نعم. الشاخص الاخر اللي هو حصن الاخيضر. نعم. حصن الاخيضر اللي لحد هاي اللحظه احنا الباحثين نختلف في أيه. في زمن انشائه، هل قبل الاسلام بعد الاسلام؟ عندنا اقدم مصدر يعني يذكر هذا الحصن هو عند الفتح الاسلامي. نعم. يعني عند العراق عندما جاء خالد بن الوليد وصل الى حصن الاخيضر. سنة 12 للهجرة، وكان به طبعا بعض الأسرى مثل والد موسى ابن نصير، والد ابن سيرين اللي هو المفسر الأحلام. حتى تم العثور عام 1977 على كنيسة في في في, في كربلاء، وهي سميت بكنيسة الأقيصر. أها. نعم. وهاي الكنيسة أيضا بها فد قصة، يعني لا زال أثرها موجود، باقي بها أثر. نعم. هاي الكنيسة الحقيقة هي اللي جوها المسيحيين النسطوريين سموهم. نعم. هربوا من بلاد الشام وجوا في الصحراء وبنوا هاي الكنيسة. وعندنا شواهد أخرى، يعني لو نجي شوية نحكي عن الصحراء الغربية في كربلاء. نعم. عندنا قصور في كربلاء في منطقة عين التمر، قصر الشمعون والبردويل، وهناك قصور أخرى.
صار حسن. نعم. يعني احنا دائما عندما نجي بين الحرمين المقدسين نسمع انه هذه هي جنة كربلاء. نعم. واكيد انه كربلاء تحولت الى جنة بعد ان ضمت الاجساد الشريفة الظاهرة لأهل البيت. لكن يذكر التاريخ انه كربلاء كانت جنة ايضا، عرفت انه هي جنة وفيها يقال جنة عدن او ما اعرف. نعم. شنو؟ طبعا نهر الفرات القديم، نعم، يعني في عصور تقريبا ما يعني ما بعد طوفان نوح، نعم، عندنا ادلة كثيرة جيولوجية وجغرافية، نعم، انه كان يمر بالقرب من كربلاء، نعم، وكان يمر يعني في صحراء يعني كربلاء الغربية. اها. نعم. وحتى نعم. احنا عندنا ايضا نهر العلقمي اللي سجد عليه الحسين عليه السلام، نعم، نعم، المشرع نسميها، نعم، ايضا هذا النهر اللي لحد الان اكو عندنا شويه اختلاف بسيط، نعم، هل هو نهر الفرات الاصلي ام هو فرع منه؟ نعم. ايضا كان يمر طبعا في وسط يعني وسط يعني كربلاء، مدينه كربلاء اكيد. عندنا احد الباحثين وهو نعم. المهندس ويليام ويكلوكس، نعم، هذا اجى عام 1913 للعراق، نعم، وهو اللي انشا السده الهنديه، نعم، وسدود اخرى اكيد. عنده ابحاث، وبهاي الابحاث اكد نعم. انه وصل الى نتائج انه في كربلاء كانت نعم. جنة عدن السومرية، نعم، اللي نسمع عنها في ونقراها في ملحمة قلقامش. اها. نعم. انا سويت بحث ايضا، هاي الجنة كانت هي يحاط بها نهر الفرات، نعم، من جانبين، وكانت تمتد يعني من منطقة هيت والى حد يعني الى حد هاي المنطقة اللي الحسيني. اها. نعم. هاي كان كلها عبارة عن اشجار وبساتين ويعني اماكن غناء. نعم. فاللي هي سميت بكربلاء جنة عدن. بس احنا نشوف حاليا انه بساتين كربلاء حال بساتين بغداد ومدن العراقية الاخرى، نعم، بدأت تمتد لها ايدي الاعمار، قسم تحولت الى مولات، قسم تحولت الى فعلا مساكن، فعلا قسم تحولت الى ما اعرف مجمعات او ما اعرف شنو. والله هاي الظاهرة صراحة يعني صارت عندنا بكربلاء يعني بكثرة، نعم، يعني بساتين كثيرة واماكن كثيرة جرفت وتحولت الى 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 يعني اراضي سكنيه. يعني هذا التطور اللي حدث عندنا، النمو السكاني اللي صار عندنا يعني مؤخرا، اكيد هذا ياثر على الـ يعني الواقع الزراعي، اكيد ياثر على أكيد. يعني واقع الناس ماكو متنفس، يعني الناس. احنا سابقا عندنا هنا في منطقه الحسينيه، نعم، وطويريج ايضا كان عندنا انواع الفواكه وانواع، نعم، الحمضيات وما مشهورين بها، وانواع التمور، الان اصبحت يعني هاي الثروه الزراعيه، يعني برتقال كربلاء معروف، برتقال كربلاء معروف، يجي يضرب بيه المثل، نعم، ومشمش كربلاء ايضا زين، كل هذني مع الاسف يعني قلن بشكل كلش كبير. احنا هسه في وسط عبق التاريخ الكربلائي، فعلا هاي الشناشيد، نعم، الدرابين القديمه كلها ازقه هنا وكلها متداخله فيما بعضها، نعم، حتى اشوف انه كلهن يعني يطنك في روحيه وعبق، يعني الفرق سنتيمات قليله، نعم، بين بيت وبيت، يعني فعلا تقريبا تشبه مشابهه لبيوت بغداد القديمه، بيوت، نعم، الحرميه القديمه، فعلا. هو هذا الطراز العراقي القديم، نعم، المستوحى من الطراز السومري طبعا. فعلا طبعا كانت حتى اخر قبل فتره اكتشفوا انه في اور، نعم، كان اكو نظام الحاره، نعم، نفس هذا النظام، نفس هذا مع اختلاف البنيان يعني طبعا كلها حارات وازقه، كانت هاي عباره عن سومريه، نعم، والكوفه عندما انشئت عام 17 للهجره، نعم، ايضا انشئت تسمى هي بالسكك، ولكنها، نعم، ايضا هي كل سكه هي عباره عن حي، نعم، وعبارة عن منطقة وعبارة عن أزقة، أكيد أكيد. هو البيت السومري لا زال، وإن اختلفت مواد البناء، لكن فعلا المادة الأساسية هو الآجر، الآجر، نعم، نعم، الآجر، نعم، القديم، صحيح، اللي زال لا زال لحد الآن يستخدمونه العراقيين فعلا.
انت كمؤرخ او مهتم بالتاريخ او لا والله انت مو مهتم بالتاريخ، انت متخصص بالتاريخ. شكرا استاذ، الحمد لله. اي الحمد هذا الطريق احنا ما يعني ماشي به سنين. يعني تعتقد انه هاي البيوت الكربلائيه القديمه نعم يفترض ان يعني تبقى حامله للتراث والذكريات؟ اكيد اكيد، احنا كلتنا يعني نشأنا بهاي الاماكن. أي. اللي هي كلها يعني هي تراثنا وبيوتنا واهلنا، وحقيقه هاي الاماكن هي اللي صنعت الرجال يعني. نعم. وصنعت داخلنا الالفه والمحبه والتقارب وحسن الجوار كلنا دني يعني انا تبع يعني هسه حقيقه استاذ حسن انت تلاحظ انه احنا يعني حاليا في فصل الصيف فعلا، وبالنهار توصل درجه الحراره فعلا مرتفعه جدا. نعم. لكن مع هذا تلاحظ انه هذه الدرابين الجو بيها لطيف، بيها رطوبه. نعم بيها رطوبه. نعم. لانه هي مصممه فعلا، مصممه للاجواء العراقيه فعلا، انه البيوت متقاربه، الظلال موجوده على الدوام. صحيح. حتى بعض اكثر البيوت بيها سراديب. ما زالت بعض البيوت الان بيها سراديب داخليه. نعم. وتكون كانما مكان مكيف. احنا اليوم نبحث في تاريخ كربلاء انه شلون الناس كانت عايشه في هذه المدينه وشلون كانوا يمارسون حياتهم ومتطلباتهم. طبعا كربلاء القديمه تقسم الى محلات. نعم. يعني نسميها احنا او اطراف نسميها بلغتنا. مثل طرف العباسيه وطرف المخيم، باب الخان احنا بيها. نعم. باب السلامه، باب الطاعه، كل هاي اطراف متآكمه. نعم. ومتآلفه فيما بعضها. نعم. وبيها يعني الناس كلهم واحد يعرف الثاني، واحد علاقات يعني طيبه. نعم. وهاي نشأت على هاي الامور يعني القضيه. وحتى راح نلاحظ ان شاء الله في محرم عندنا يسموه العزيات. نعم. كل محل له عزا خاص بيها. اها. العزا باب الخان، عزا العباسيه، عزا باب نعم. المخيم. نعم. يعني هسه حاليا اصبحت يمكن اكثر روحيه، لانه هواي من الناس تركوا هاي الاماكن. نعم. تركوها يعني تحولوا الى اماكن اخرى، بداوا يجتمعون هاي العزيات ويلتقون، واصبحت هي مناسبه بالاضافه لانها دينيه اصبحت مناسبه اجتماعيه. حلو. اي. حلو. هسه احنا اقتربنا من نعم. من احد الاسواق الكبيره في مدينه كربلاء، ونشوف عدد الزوار الكبير والمتنامي وصولا الى مرقد الفضل العباس. السلام عليك يا ساقي عطاشة كربلاء. نعم. وهنا احنا قلت لك النهر المشرعة. ايه. نهر الفرات ونهر العلقمي. نعم. كان مر في هاي المنطقة. اي اكيد. نعم. اكيد. والان اصبحت هي انه تحت المرقد نعم هناك نهر العلقمي. نهر العلقمي قد تحول الى وما زال يعني موجود لحد الان هذا النهر، وهي كربلاء يعني نهر جوفي. جوفي. نعم. 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 الحمد لله الشكر يعني اصبحت كربلاء الان هي فعلا جنة ساكنيها. جنة بساكنيها. نعم. وباهلها. باهلها وزوارها ايضا. وزوارها. نعم. وقبل هذا هي كربلاء جنة بمقدساتها. فعلا. هي تهفو اليها الافئدة. نعم. من كل حدب وصوت. نعم. أستاذ حسن. نعم. نحن تكلمنا عن جنان كربلاء. نعم. وها نحن الآن في جنة كربلاء، في وسط جنة الحقيقية كربلاء. نعم. بين الحرمين الشريفين. نعم. لكن أكيد أنت حضرتك كمؤرخ وكمهتم بالتاريخ وكمتخصص أيضا بالتاريخ. نعم. أنا أقول لك كمهتم بالتاريخ. نعم. أكيد تنظر إلى الحرمين الشريفين نظرة تاريخية أخرى. أكيد يعني بالإضافة للتوجه الديني والعقائدي اللي ربينا عليه ونشأنا عليه بهالمدينة، لأنه كباحث في التاريخ أنظر إلى بين الحرمين إلى وجهة نظر التاريخية. يعني الحرمين الشريفين صراحة مرن بعصور يعني من استشهاد الإمام الحسين وكيل العباس في هاي المنطقة،
مرن بمراحل متعددة. نعم. يعني بعد ما سجد إمام حسين إمام السجاد من دفنه. نعم. وبعدين خلوا هاي الأغصان من السعف. نعم. كان هذا أول بناء للمرقد. أول بناء. يعني من أغصان عود يعني. بعدين شوي بدأ يتوسع. لكن مؤكد أن ذكر أهل البيت لن يمحى أبداً في الأرض. أكيد يعني إحنا يبقى ذكر أهل البيت هو يعني في قلوب المحبين. وإلى أن أصبحت هاي يعني الشواخص الحقيقة التحف المعمارية يعني. هاي المراكز الطاهرة. أكيد. بالبناء والعمران والزخرفة. وحالياً الآن بدنا أيضاً نشاهد عملية التوسع أكبر يعني. توسع الحرمين يعني بما يتوالم مع الحركة الزوار اللي كل سنة قاعد تزداد يعني ما شاء الله سنة عن سنة. الحمد لله والشكر. نعم. أستاذ حسن إحنا عاجزين عن الشكر للمعلومات القيمة اللي قدمتها لنا. والله أنا صراحة أستاذ جدا سعيد بهذا اللقاء اليوم. شرفتونا ونورتونا بكربلاء برنامج يعني قصص عراقية وقناة العراقية الفضائية. كانت رحلة ممتعة أستاذ محمد. رحلة تراثية ممتعة يمكن جبناها من 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 أعماق التاريخ. نعم. الآن وصلنا على قولتك إلى جنة يعني كربلاء. الحمد جدا لله. ممنون منكم. الحمد لله. وأشكركم على هالبرنامج. وأنتم أعزائي المشاهدين نحييكم من رحاب مدينة كربلاء ونستمر معكم بقصص عراقية أخرى إن شاء الله. انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.